بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد غر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. هذه السائلة من جدة، سين عين ميم، تقول بأنها قامت وهي صغيرة بسرقة مبلغ من المال من رجل لا يصلي، وهذا المال تقول لقيه هذا الرجل لأنه لقطة، كيف أقوم بإرجاع هذا المال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا بد من إرجاع هذا المال إلى صاحبه الذي أخذ منه، لأنه حق له باق في ذمة من أخذه، فلا بد من إرجاعه بأي وسيلة. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة سين عيني من جدة تسأل عن حكم الجهر بصلاة الليل، وتستفسر عن الآية الكريمة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم، صلاة الليل مستحبة ومتأكدة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، يستحب للإنسان أن يحافظ على صلاة الليل ولو بقدر يسير، ولا يترك صلاة الليل لئلا يفوته هذا الأجر العظيم. قيام الليل أفضل من صلاة النهار، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويحضر فيه القلب أكثر، ويبعد الإنسان فيه عن الرياء أكثر. قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فينبغي للمسلم أن يكون له حظ من قيام الليل يداوم عليه ولو قل، وكل ما كثر كان أحسن. وأما قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا كان له سبب، وهو أن المشركين كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، يستمعون لقراءته ويستهزئون به ويسخرون منه، فالله جل وعلا أمره أن لا يجهر بصلاته، يعني بالقراءة، لأن القراءة تسمى صلاة، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة تسمى قرآنا، والقراءة تسمى صلاة أيضا. فقال: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، لأن لا يسمعك المشركون فيؤذونك ويسخرون من كلام الله عز وجل، فهذا منع لسبب وقد زال والحمد لله. نعم. السائلة أيضا تسأل الشيخ عن حكم المواظبة على قراءة سورة السجدة وسورة الملك قبل النوم، هل هذا وارد؟ لا أعلم لذلك أصلا، ولكن الذي ورد أنه يقرأ قبل النوم آية الكرسي، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك يقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين، ويدعو بالدعاء الوارد عند النوم: اللهم إني وضعت جنبي إليك، وأسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يأتي بهذا الذكر عند النوم بعد قراءة الآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر، السائل ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، أحب الصيام إلى الله هو صيام داود عليه السلام كما جاء في معنى الحديث، ولكن البعض من الناس يقولون نصوم يوم ونفطر يوم بغض النظر عن يوم الجمعة، والبعض يقول صيام يوم وإفطار يوم، فإذا وصلنا إلى الجمعة نفطر، فما رأي فضيلتكم في هذا الصيام؟ لا دخل للجمعة في هذا الصيام، نصوم يوم ونفطر يوم، ولو صادف يوم الجمعة، ولو صادف يوم الجمعة، لأنه تابع لصيامه، ولم يقصد يوم الجمعة بمفرده. المكروه هو أن يفرد يوم الجمعة وحده،
له، أما إذا صامه تبعا لصيام كان يصوم فلا حرج عليه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: الجزائر بعض الناس ينكرون على من قصر الثوب ويؤولون بعض الأحاديث التي تنص على هذا التقصير، فما الصواب في تقصير الثوب مأجورين؟ الصواب الذي وردت فيه السنة أن لباس الرجل المسلم ما بين نصف الساق إلى الكعب، فإذا كان الثوب لا ينزل عن الكعب ولا يرتفع عن نصف الساق فهذا هو السنة، لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب فهذا هو السنة، والمسلم يتبع المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كانوا يلبسون إلى الكعب هذا سنة، يلبس مثلهم ولا يرفع إلى نصف الساق لئلا يستغرب منه ذلك ويكون شهرة بينهم، فيتبع مجتمعه في السنة لما كانوا يعملون من السنة، أما إذا كان عمل مجتمع مخالف للسنة فلا يوافقه، إذا كانوا يلبسون تحت الكعب هذا مخالف للسنة لا يوافقهم عليه، إذا كانوا يرفعون عن نصف الساق هذا مخالف للسنة لا يوافقهم عليه، أما إذا كانوا متقيدين بالسنة لوجه من وجوه السنة فإنه يوافقهم عليه ولا يخالفهم إلى سنة أخرى لئلا يكون شهرة بينهم وينالون منه، فإذا كانوا يلبسون إلى الكعب هذا سنة يوافقهم عليه ويلبس مثلهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أم سلطان تقول في سؤالها: أنا أردد الأذكار بدون صوت أي في قلبي مثل سبحان الله والحمد لله، هل هذا جائز شيء؟ لا بد من التلفظ بالذكر، ولا يكفي للقلب لمن يستطيع النطق، الذي يستطيع النطق يتلفظ بالذكر ولو بقدر ما يسمع نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. من المغرب هذا السائل أرسل مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز أن نعطي الزكاة لرجل واحد أم لعدة أشخاص؟ نعم، يجوز أن تعطي الزكاة لرجل واحد إذا كانت حاجته تستغرقها، تعطيه كفاية سنته منها، ويجوز أن توزعها على عدة أشخاص حسب الحاجة. نعم، أسأل أيضا فضيلة الشيخ عن صفة التيمم الواردة في السنة مأجورين. صفة التيمم الواردة في السنة أن يضرب يديه مفرجة الأصابع على الأرض أو على ما فيه غبار طاهر، ثم يمسح وجهه ببطون أصابعه وكفيه براحتيه ضربة واحدة، هذا هو السنة، وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، فهذا جائز، ولكن الأفضل الذي وردت به السنة أنه ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. نعم، له سؤال آخر فضيلة الشيخ عن إعطاء الزكاة، يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لمن يستغيث في الأضرحة وهذه عادته؟ لا تدفع الزكاة إلا لمسلم، لفقير مسلم، وأما الذي يدعو الأضرحة هذا ليس بمسلم، هذا مشرك الشرك الأكبر، ولا تجوز الزكاة له ولا تجزي. نعم، أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: يسأل عن الشخص الذي ذهب إلى المسجد الحرام بغرض الزيارة ولم يؤدي الطواف أبدا وهي تحية المسجد الحرام، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن السنة في حقه أنه حينما يصل إلى مكة يبدأ بالطواف لأنه تحية المسجد الحرام، فإذا تركه ليس عليه شيء لأنه تارك لسنة، والطواف بالبيت عبادة، قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فبدأ بالطواف لأنه من خصائص البيت، فهو أكد من صلاة النافلة، وكونه حرم نفسه من الطواف هذا نقص في حقه، ولكن لا ليس عليه شيء لأنه تارك لسنة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ذهبت مرة إلى المدينة النبوية مع عائلتي وكنت أقود السيارة طوال الرحلة على أن أعود من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، وعندما انتهينا من زيارة المدينة نزلت بهم عند أبيار علي لكي يحرموا، ولم أحرم أنا إلا بعد أن دخلت مكة في مسجد التنعيم وأحرمت منه وقمت بأداء عمرة، هل يلزمني أو هل علي شيء؟ أخطأت في هذا خطأ كبيرا، لأن الواجب عليك أن تحرم من أبيار علي من ميقات المدينة لما مررت به وأنت تريد العمرة، ولكنك تجاوزته بدون إحرام،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، ولكن عمرتك صحيحة وفيها نقص تركك الواجب وهو الإحرام من الميقات، تجبر هذا بدم فدية البحوها في مكة تجزي في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: إذا قرأ الشخص القرآن ثم وهب ذلك لأخ أو صديق أو والد متوفى، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ أرجو التوضيح مع الدليل من القرآن والسنة، لأن هذا العمل عندنا في بلدنا وبكثرة مهجورين. هذا لا دليل عليه، إحدى حواب القراءة إلى الميت لا دليل عليه، فالأولى تركه. الذي ورد أنه يهدى ثوابه إلى الميت هو الصدقة والأضحية والحج أو العمرة أو الدعاء، هذا كله يصل إلى الميت إذا تقبله الله. ونحن نقتصر على ما ورد في الأدلة، ولم يرد أنه يقرأ القرآن أو شيئا من القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت، هذا لم يرد. والله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فعمل الإنسان له لا يهديه لغيره إلا ما ورد به الدليل، وقد ورد الدليل بهذه الأمور التي ذكرناها فيقتصر عليها وليس منها قراءة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج أرسلت مجموعة من الأسئلة، تسأل في السؤال الأول يا شيخ عن أسباب ضعف الإيمان عند بعض الناس جزاكم الله خيرا. أسباب ضعف الإيمان كثيرة، أعظمها المعاصي والسيئات فإنها تنقص الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل ما عصى ربه نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى منه إلا مثقال حبة من خردل أو أقل. على الإنسان أن يكثر من الطاعات ليزيد إيمانه ويقوى، ويتجنب المعاصي لئلا ينقص إيمانه ويضعف. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت الحائرة تقول، رمزت اسمها بهذا الرمز، فحاء العراق نينوى، تقول: سؤالي يتضمن موضوع العداوة والشحناء والبغضاء بين الإخوة، ففي حلقات سابقة من هذا البرنامج المبارك سمعت بأن أعمال العبد ترفع إلى الله عز وجل في يومي الاثنين والخميس باستثناء الذين بينهم عداوة وبغضاء، ولكن إذا كان هناك حالة مثل حالتي فما العمل؟ فأنا لدي أخت تصارني بعام ونصف العام، وهي تكرهني ولا تحبني، ولكن تتكلم معي إذا كانت محتاجة إلى مساعدتي، وتزعل معي بعد انتهاء المصلحة. وليس هذا فقط، فهي تعمل دائما على كسب مودة والدتي وتقوم بتحريضها علي حتى تكون هي الأفضل، فهي تكذب من أجل أن تحرض أمي علي، وبسبب ما قامت بعمل بيني وبينها وبين والدتي من مشاكل، فقد أقسمت أن لا أتحدث معها لأنها حتى عندما تخطي لا تأتي إلي وتعتذر، فهل من المعقول أن أكون أنا المبادرة دائما إلى مصالحتها رغم أنها لا تستحق ذلك؟ فوجهون في ذلك مأجورين. نعم، وصح أن الأعمال ترفع إلى الله في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا رجلين بينهما شحنة، فيقول: أمهل هذين حتى يصطلحا، فتؤجل المغفرة لهما حتى يصطلحا ويزول ما بينهما من الشحنة والعداوة، وهذا مما يحث على الصلح وإزالة الشحنة بين الإخوة. وإذا كانت أختك تسيء إليك كما ذكرت، فلا يسبب هذا أنك تسيئين إليها، بل قابليها بالإحسان. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث في الرجل الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له قرابة يحسن إليهم ويسيئون إليه ويتقرب إليهم ويتباعدون منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير. على تشجيع له على عمله بأن يستمر في إحسانه إلى أقاربه وإن كانوا يسيئون إليه،
أنت إذا قمت بالصلة والصلح مع أختك فأنت محسنة وأديت الواجب عليك، وأما هي فعليها الإثم، تختص بالإثم فيما يجري منها، فأنت أدي الحق الذي عليك وأبري ذمتك نحوها، وأما هي فعليها وزرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن عند الصيام، يقول: ما الحكم في التالي؟ شخص سحب منه دم للتحليل أو التبرع، ماذا يلزمه؟ إذا كان الدم يسيرا عينة للتحليل فإنه لا يضر، أما إذا كان كثيرا للتحليل أو للتبرع فإنه يبطل الصيام، لأنه مثل الحجامة، وقد ثبت في الصحيح أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا مثلها. نعم. الفقرة الثانية يقول: شخص أضيف له دم من متبرع لحاجته. كذلك إذا أعطي دما حقن به دم فإن هذا يفطر الصيام، لأنه بمنزلة الطعام والشراب، لأنه يغذي البدن. الدم إذا أسحب به الصائم فإنه يفطر صيامه، لأنه مثل الأكل والشرب، يغذي البدن ويقوي. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما هو الفرق بين الحب في الله والحب مع الله؟ وضح لنا ذلك مأجورين. الحب مع الله شرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم جمعوا المحبة بين الله وبين الأصنام، هذا الشرك، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، فحب الله عبادة لا يجوز أن يشرك معه غيره فيها، هذا هو الحب مع الله شرك. وأما الحب في الله فهو طاعة، وهو أن تحب من يحبهم الله من أولياء الله وأحبابه سبحانه وتعالى، هذا من أصول الإيمان ومن الدين، الحب في الله والبغض في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: عندما أحتلم لا أستطيع أن أغتسل بالصباح، لأن الاغتسال في الصباح يسبب لي أمراض، ثم أقوم بالاغتسال في الظهر وأصلي الفجر في وقت الظهر، والسؤال: هل عملي هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن الواجب الصلاة في وقتها، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات محددة. فإذا كنت لا تستطيع الاغتسال في وقت الصلاة فإنك تتيمم بالتراب وتصلي، لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء للمريض أو لعادم الماء، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح التيمم للمريض ولعادم الماء. فأنت حسب سؤالك أنك مريض ولا تستطيع الاغتسال بالماء في وقت الفجر لأنه يؤثر عليك، فتيمم وصل. إذا جاء وقت الظهر اغتسل للظهر، تغتسل للظهر، إذا استطعت الاغتسال تغتسل للصلوات المقبلة، أما الصلاة الفائتة فإنك تيممت لها وصليت وفعلت ما تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة بعثت بها مستمعة لهذا البرنامج، وتذكر في هذه الرسالة وتقول فضيلة الشيخ بأنها امرأة متزوجة ولديها أطفال والحمد لله، وهي تشكو من التهابات مزمنة في الرحم منذ حملها الأول. تقول: عندما يدعوني زوجي للفراش أرفض بشدة بسبب ما أعانيه من آلام شديدة تجعلني أبكي، فينام زوجي وهو غير راضي عني، مع أنني طلبت منه أن يعالجني ولكنه يهمل ذلك بقوله إن شاء الله، ولها الآن تقول أكثر من 3 سنوات على هذه الحال تشكو من ذلك، فهل تدخل في حكم المرأة التي يدعوها زوجها للفراش فترفض وقد نام وهو غضبان عليها فتلعنها الملائكة حتى تصبح؟ ما النصيحة التي توجهونها لها؟ إذا كانت صادقة فيما تقول أن الجماع يضرها ضررا بينا فإنها معذورة ولا تأثم بذلك، لأنها معذورة فيه، والواجب عليها أو على زوجها أن علاج هذا المرض حتى يزول عنها، فتعالج حتى يزول عنها هذا المرض، تستطيع القيام بحق الزوج وإجابته. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: قبل 5 سنوات أديت عمرة، وبعد الطواف والبدء في السعي وبسبب الماء لم أكمل السعي وخرجت من الشوط الرابع أو الثالث لا أذكر تحديدا،
وذلك لجهل مني بالأحكام الشرعية المترتبة في هذه الشعيرة. وبعدها أديت العديد من العمرات وحجيت ولله الحمد أكثر من مرة، وكل هذه العمر الأخيرة والحج أديتها وفقا بالشروط الصحيحة، والآن أنا مقبل على الزواج، فماذا تنصحونني وهل علي شيء؟ هذا لم تكمل عمرته لأنه بقي عليه السعي وبقي عليه الحلقة والتقصير، فعمرته غير تامة لأنه لم يكمل السعي، لكن وبقي محرما. نعم، بقي محرما بهذه العمرة حتى وإن تحلل بزعمه فإنه محرم، لا يزال الإحرام عليه بالعمرة لأنه لم يؤدي مناسكها. فإذا كان يعتمر بعدها كما ذكر فإن العمرة الأولى من العمر الصحيحة تكون مضيا في العمرة الأولى، تكون مضيا في العمرة الأولى، وما بعدها يكون صحيحا، فليس عليه شيء بهذه الصفة ما دام أنه جاء بعمرة بعدها فإنها تكون مضيا في الأولى وليست عمرة مستقلة بل هي مكملة للأولى. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة.